20 30 مدرب مصري ممكن يبقوا اكفأ في المكان ده؟ شوف انت لو رجعت للتاريخ هتلاقي ان النجاحات كلها مع المنتخب قصر مدربين مصريين. كابتن حسن شحاته 3 دورات مفيش شك طبعا، 6 و8 و10، وده كان اعجاز انك مصر تاخد 3 بطولات افضل نتائج في تاريخ منتخب مصر، وقبلهم طبعا الكابتن الجوهري، يعني سواء على صعيد البطوله الافريقيه او بطوله كاس او التاهل لكاس العالم، وحتى الظهور كان افضل من ظهورنا الاخير في كاس العالم بالظبط بالنتائج على الاقل. اي بالظبط كده، لكن يعني خليني اكون محق يعني في او منصف، يعني في شك طبعا كل مدرب مصري بيتمنى ان هو يتبوأ تدريب منتخب بلده، لان طبعا ده يمكن قمه الهرم زي ما بيقولوا في التدريب، انك تتولى منتخب بلدك. لكن الجهاز الفني مستر كوبر وجهازه الفني في خلال 3 سنوات اللي فاتت ديت ابينا او ما ابيناش يعني بالنتائج او حتى بالاداء او حتى بالورق والقلم، فهو في الاخر نجح في ان وصلنا للحسابات اللي هو التزم بيها بالظبط كده، يعني اللي هو التزم في عقده ان انا حاصل الى البطوله الافريقيه، وصل البطوله الافريقيه، وصل للمباراه النهائيه، مع اننا كنا يعني طمعانين ان احنا نواصل سلسله النجاحات في الحصول على البطوله الافريقيه، كان عندنا فرصه للفوز بالمباراه دي، لكن طبعاً كنا بعيدين تماما في فتره بعد الكابتن حسن شحاته، ثم رجعنا للساحه الافريقيه ثاني، فاعتبر ده نجاح. الحاجه الثانيه صعودنا لكاس العالم بعد 28 سنه. كل الاختلاف اللي الناس يمكن في مصر مختلفه مع مستر كوبر هو في طريقه ادائه اللي ممكن ما تعجبش للكثير من متابعي كره القدم او بحب كره القدم. مصر الشعب المصري بيحب الكره البرازيليه الجميله، الكره الهجوميه. المدرب دايما بيعيش صراعات كبيره جدا بين تحقيق نتائج وبين ان هو يقدم المتعه للجماهير، ودي معضله كبيره جدا جدا. فطبعا الطموحات كانت كبيره جدا في كاس العالم ان احنا نتخطى الدور الاولاني، ولكن حتى بعد معرفتنا بالمجموعه اللي هنشارك من خلالها. بالظبط كده، يعني كان في طموحات بعد اعلنت المجموعه، عشان كده ممكن بعض الناس اللي بتسمع حضرتك دلوقتي يقولوا ان كلامك ينطبق على ما قبل نهائيات كاس العالم، ان فكره ان كوبر وجهازه الفني بيحققوا نجاح بالارقام وعلى الورق، فمش مطلوب منهم دلوقتي ينشغلوا بفكره الاداء مرضي ولا لا، لكن في النهائيات نفسها بقت مشكله الناس انه لا اداء ولا نتائج في مبارياتنا نفسها. هو المشكله طبعا يعني الاداء بتاع، يعني انا عاوز برضو اكون اكثر واقعيه، اصطدم بالواقع. احنا صعودنا لكاس العالم في ليفل احنا مفترض متفوقين فيه، اللي هي التصفيات، مفترض مصر متفوقه على الصعيد الافريقي. كنا ان احنا بنعمل جابات كبيره جدا في الوصول، ديت مشكله كبيره جدا، ان احنا كل 30 سنه ولا 25 سنه بنصل، دي مشكله. المفترض ان احنا ناخد نقطه مضيئه من وصولنا لكاس العالم، نشوف ازاي كل 4 سنين ان احنا كل 4 سنين نكون زبون دائم، ودي يعني هتديك مفيش شك يعني بوينت كويس انك تواصل المشوار. الحاجه الثانيه انك الطموح اللي مزروع جوه اللاعبين في كل مصر وكل المدربين، ان احنا طموحنا ما بيتخطاش الدور 16، ان انت بتطلب التمثيل المشرف للاعبين، ادي واعمل واتغلب، بس ممكن تصعد او ممكن ما تصعدش. لا، احنا مشكلتنا عايزين نعلي سقف الطموحات بتاعنا، هو دي مشكلتنا الكبيره، هي ده مشكلتنا الكبيره، واللي لازم تدور على تطويره. مش احنا بس، احنا كل المنطقه العربيه، بدليل ان كل الدول العربيه اللي كانت في كاس العالم كلها ما صعدتش، ما تخطتش دور 16، وان كان افضلهم في الاداء الاشبع يعني طموحات جماهيرهم الفريق المغربي. تمام، الجمهور خرج راضي عن فكره ان اسبانيا هي اللي بتتعادل مع المغرب في نهايه المباراه، هو انه بيتفوق ويسبق في بعض اوقات المباراه، بيؤدي اداء هجومي في طموح للفوز بالظبط كده، يعني ده كان مرضي للناس. لو ترجع لمشوار المنتخب في التصفيات ذات نفسها، قصدي في المجموعه، هتلاقي لما انت تقابل اوروجواي منطقيا اوروجواي متفوق عليك منطقيا، يعني انت بتقابل ليفل اعلى، انت ليفل اعلى. انا ما عجبنيش يعني الاعداد للبطوله ب4 مباريات، دول قليلين جدا جدا عشان تخش محفل قوي جدا زي ده، المدارس اللي زي ديت لازم، شايف المباريات كانت قليله، قليله 4 مباريات غير كافيه طبعا، غير كافيه. بس هو المشكله ان هم معذورين ان هم مطلوبين يعني باجنده، واللعيبه ما بتيجي في التوقيتات ديت، عندها ارتباطات طبعا يعني. لكن انت عشان تخطط للرجوع مثلا تكون في 2022 اللي جاي،
لازم من دلوقتي يبتدي يشتغل بشكل كويس جدا عشان تتواجد في هتفضل كلام 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 كلام، واحنا عندنا حريفه في الكلام لكن في الفعل قليلين جدا جدا. عايز الشغل والتخطيط يبقى بشكل مختلف. شغل معلش يعني المانيا، المانيا لما خرجت ده بالنسبه لهم صدمه كبيره، فريق حاصل على اخر نسخه بطولة كاس عالم في بطوله كاس عالم ويخرج من الدور 16 مش من المربع المستحيل الاول ما يوصلش لدور 16 ما وصلش لدور 16 يعني قبل ما يوصل حتى دور 16 فطبعا ده بالنسبه لهم صدمه كبيره جدا، لكن هم هيفضلوا يعني يبحثوا في الملفات ويقولوا هنفضل لحد امتى نبحث في الملفات، احنا عاوزين ناخد خطوه. يعني انا نفسي ان المسؤولين عن كره القدم في مصر يبطلوا كلام ويقولوا احنا هنعمل كذا، واحد عندنا بلان استراتيجيه عشان نصل ل 2022. حتى الان في نقطه مضيفه مضيئه في البطوله، العالم المصري مع كل المنتخبات حتى الان بيرفرف، هينتهي مع نهايه البطوله، احنا عاوزينه كمان في 2022 يفضل يرفرف، فعشان يفضل مرفوع العلم ده اللي احنا تعبنا فيه وما يبقاش كل 28 محتاجين سنه شغل بطريقه ثانيه، شغل كبير جدا نصلح جداً اي اخطاء جداً موجوده ونتدارك نصل بقى مش. نصل بقى يا محمد باداء، نصل من غير اداء بس المهم نوصل لكاس العالم وندور اللي احنا نتخطى. يبقى هنا حضرتك في كلامك يعني عشان نوجز الحديث عن هذا الامر وننتقل لقضيه ثانيه، حضرتك بتقول انك متقين المنطق اللي للنهائيات ان لازم ده يبقى نكون واقعيين يعني. لا لازم نكون واقعيين. الولاد حتى انا شايف يعني لو اتكلمت فنيا في ادائهم في تدرج ما عدا مباراه السعوديه، يعني ما عدا كنا في اللي كان فيها دروب جامد هي مباراه السعوديه، ويمكن ديت دايما يقول لك اللقطه الاخيره هي اللي بتفضل في الاسئله، لكن ظهورنا في مباراه اوروجواي احنا كنا جيدين جدا في اوروجواي جدا، مقلين لكن ممكن نكونوا مؤثرين انك تخطف واحده، ومقلين في نقل هجوميه نظرا طبعا لان محمد عنصر محمد صلاح انا قصدي غيابه مؤثر جدا طبعا في خط الهجوم. شوف الثقل اللي هو عطاه لما رجع في مباراه روسيا على الرغم ان احنا خسرنا، احنا الولاد في الشوط الاولاني انا وذات نفسي لا وتاثيره على ليفربول حتى لما خرج من الملعب مصاب في نهائي دوري اوروبا قد ايه اثر على لا وانا بتكلم على الولاد عملوا 45 دقيقه مع المنتخب الروسي، انا ذات نفسي كان عنده طموح ان احنا لو فضلنا بهذا الاداء خلال الشوط الثاني ان احنا نخطف المباراه. شوف قد ايه ليه ما قدرناش نحافظ على نفس لكن هي ال 13 14 دقيقه السقطه اللي حصلت يمكن دي اللي عملت جاب كبير جدا. انا ذات نفسي لو تسالني عن طريق